اهلا وسهلا بكم على قناه ذوقه تونسيه بشيديا. ان شاء الله الناس كلها تكون بخير وعافيه. اليوم جيتكم في خبز جاتو بنينه برشا، صحيه برشا، مزيانه برشا كيفكم انتوما. مكوناتها باش تلقاوهم بالمغرفه والكيس باش تشيخوا عليها كي تجربوها. صدقوني بنينه بنينه على الاخر، اون بليس ما تتكلفش. دونك نخليكم مع التصاور هذوما ونبداو في المكونات اللي باش يكونوا سهلين ماهلين. اول ما خذينا باش ناخذوا المغرفه ولا كاس، خذينا 5 بيضات عاديين، خذينا عليهم 6 مغارف لوز ملحي على الاخر و4 مغارف فارينه. كان ما عندكمش لوز حطوا كل فارينه ما يسالش. خذيت عليهم 5 مغارف سكر عادي، 5 مغارف زيت، و5 مغارف حليب، و8 غرامات خميره جاتو. هذوما كلها كيفاش باش نعملوهم؟ حطينا العظم والسكر للي توليو القوام ذيك، القوام الابيض بالقدا بالقدا. ما ينساش كي ما عندكمش باتور حتى باليدوي تنجموا تستعملوهم هكايا، تقعدوا حتى اللي يبيض ويشد روحه. توا باش نتعديو ونحطوا السوائل، 5 مغارف زيت عادي و5 مغارف حليب، باش نزيدو نركضوهم هكا دوبلاش للي يتمزجوا على سرعه معناها هابطه على الاخر. دونك اليوم باش نعملو الجنواز نتاعنا ماهيش ما بين الدكواز والجنواز. علاش؟ خاطر البسكوي اللي يبدا فيه اللوز نعرفو اللي هو حاجه صحيه على الاخر، نجمو زادة تعوضوها، نحيو الفارينه ونعوضوها كلها لوز. دونك كيما تشوفوا حطينا خدمناهم بالكدا بالكدا، حطينا كل المكونات خدمناهم بالكدا وحطيناهم في الطبق باش نهزوهم على 180 درجه لمده 12 دقيقه. سايي طابولنا حطيناهم على منديله هكايا باش يقعد لنا اتري. نمشيو لل باش نعملو الكريمه الساهله المهله، 250 غرام ماسكربون، عليهم 250 غرام بان الكريمه. مانيش باش نحطو سكر، باش ناخذو لهنا الكريمه تاع البيستاش. انا هوني عندي البيستاش مرحيه حاضره، تنجموا راهو تعملوا حتى شويه نوتيلا، تنجموا تعملوا بوفريوه، تنجموا تعملوا اي حاجه انتوما تحبوها. اما هذه ابن كريمه، وكما قلت لكم زيد نمشيو حاجه صحيه. بعد خذينا الجنواز نتاعنا ولا الدكواز بين بين وقسمناه هكايا عندي انا عندي المربع، انتوما ما عندكمش تقصوه بالسكين على 4 ميسيلش هكا، وعينك ميزانك هاكا تحاول باش تقدو بالقدا. لهنا سيرو خذيت كعبه برتقان حلوه ماهيش قارصه وباش ندهنها بها. ما عندكمش عملوا شحور نتاع سكر، ما عندكمش عملوا شويه معجون هكا نتاع سختو نتاع مشماش يتماشى بالقدا بالقدا. ونحط كل طبقه ونحط عليها السيرو ونحط عليها الكريمه ذيكا، وكل طبقه عندي لوز مهروش، عندي بيستاش مهروش، وكل مره نحط. دونك حطيت واحده كريمه، بعد دونك قلنا احنا عملنا زوز كريمات، واحده بيضه مسكربون وكريمه اكاهاو، وواحده حطينا فيها كيما تتذكروا حطينا فيها الكريمه نتاع البيستاش. دونك الكريمه البيستاش هي حطيتها في الثانيه باش تظهر لي هكاكا، وطبقتين الاخرين بالكريمه العادي. توا كيما تشوفوا المونتاج سرعت في التصوير خاطر جاني طويل وما نحبش نطول لكم، تحبوا تاخذوا الفايده اكاهو. دونك عملت المونتاج نتاعي. هذه الحقيقه البوش ياسر يعاون البنات باش تجيكم مستويه، وزيد الفورمه هذه راهو السوم تاعها 5 كروج كروا، ماهيش غاليه وتيل على الاخر في الكوجينه سورتو في الحلويات. بعد هكا بسرعه عشوائيه نقادي وكل جناب سهلين مهلين هكا، ما تحتاج برشا وقت وما تحتاج زيد برشا درايه بالجاتويت. في ساعه هكا هاكا بشويه انت تعملها. دونك انا عملت الجناب بالكريمه اللي بالبستاش باش تظهر لي. وبعد خذيت اللوز هروشتو ولا اللوز افيلي كيما تحبوا، لوز ابيض هذا باش يظهر لكم بنين، باش يجيكم زاده التصويره مزيانه على الكريمه ولا البانه كيما تسميوها. بيدكم هكا دوبه تلصقوه. وبعد خذيتو الغله اللي تحبوها، دونك كان الغله هذه باهيه برشا ماهيش سكري، خاطر انا حبيت اليوم التيم نتاعي يكون تورته للناس الكل، سختو الاخت اللي قالت لي راهو تبع فيك خاطر الماكله نتاعك صحيه ونحب ناكل صحي.
هاني جبت لك تورته كامله صحيه. اش قولك هذيا فيها حاجه بنينه 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 على الاخر، ما عملناش سكر بالكل، جوست السكر اللي عطيناهم 5 مغارف هذوكم في الجنواز الاولاني ولا الدكواز، كما قلت لكم تنجموا تنحيوهم راهم وتعوضوهم باللوز اكهو. حاجه بنينه على الاخر، حاجه سهله على الاخر، حاجه ما تتكلفش راهو. والغله هذيك كلها معادن وكلها معناها فيتامينات لبدنكم، كي ناكلوا حاجة حلوة ماذا بينا هكا نحطوا معها حاجة ذات قيمة غذائية. دونك شقاولكم في المنظر، صدقوني بنة عالمية، صدقوني منظر عالمي، وصدقوني زادة ما تتكلفش بالكل بالكل. انا كن هذوما الكل كي نحسبهم لكم ما يجيوش 10 يورو، كل ما نحسب كي نحسبهم ما يجيوش 10 يورو. 10 يورو عملنا كيكة عالية مزيانة، دونك زينة انا عملت هكايا، ما نخليكم انتوما الاختيار، ما تصور هكايا جات زينة مزيانة هكا ماهي شارجي. ما نحبش انا كل التورتات المزيانين، سامحوني شارجي برشا. عملنا الحاجات اللي نحبوهم، دونك البلاك بيري غني عن التعريف، الباهي برشا للقلب، ومعها حطينا شوية المكسرات اللي ديما نقول لكم كلوهم باش نقويو المناعة متاعنا. هذه ما تسميش كيك وما تسميش حلو، ما تسمى فيتامينات بالنسبة لينا. ان شاء الله الناس اللي يتبعوا فيها سختو اللي يحبوا حاجات صحيين تستفيدوا. ان شاء الله نزيد نضيف لكم برشا حاجات هكا تفرحوا بهم عائلاتكم، ونمشيو من الحاجة المعتادة الحاجة شبه صحية نقوله، ونخليكم مع هالتصويرة هذه هالمنظر هذا، ونعود نرجع مع بعضنا نذوقها قدامكم. وهذه هي خبز الجاتو متاعنا كيفاش يجي من داخل. طبقة الظهرين، طبقة اللي بالكريمة باللوز، طبقة اللي بالكريمة بالبيستاش، وطبقة اللي بالكريمة وحطينا معها الميلونج متاع الغلال ذيكا. فما ميلونج، فما جو تابع بعضه، فما معناها حاجات صحيين أقل سكر، خاطر الكريمة والماسكربون نوتخ هكا يبدا الجو نتاعهم، مش لازم تضيفوا لهم السكر، مش لازم اكل الجو نتاعهم البنينه ذاك تمشيوه في السكر. دونك هذه هي طبقات جاتنا ما شاء الله عاليه. زاده هكا اكل الجو نتاع البرتقال اللي عملناها فيها، زاده هكا بللنا الجنواز نتاعنا وعطاها جو اخر ومنفعه اخرى. والزينه جات كي من هكا، حتى كي تقسموها هكا كل واحد ياخذ الحاجه اللي يحبها كان هكا. دونك نخليكم كل واحد يحط الزينه اللي يحبها باش كي ياخذ المغصو ياكل الحاجه اللي يحبها. اما نقول لكم ديما حطوا الجو هذايا وحطوا هالميلونج هذايا باش تجيكم حاجه روعه 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 وبنا اخرى. تو مقعد لي كان بيان سور باش نذوقكم معايا ونوريكم الريسيت كيف جات. جنواز درجه يابس ندرا هالميلونج هذايا كي ناكلوه شنو يعطي. نخليكم مع هالتذوق هكايا ونقول لكم الحقيقه جات حاجه بنينه برشا. الحاجات هذوما الاربعه مع بعضهم عطاو بنه اخرى.
الريسيت اللي جات بين جنواز وتاكواز جات بنينه برشا. الميلونج نتاع الكريمه اللي جا بين الماسكربون والكريمه جا بنين برشا، والميلونج نتاع زادة نتاع الغليل والهذومة والبيستاش واللوز جات بنينة برشا. دونك حاجة صحية، حاجة مزيانة، وحاجة اقتصادية، خاطر قلت لكم هذوما كان تحسبوهم ما يفوتوش الديسورو. حاجة بنينة برشا وحاجة نظيفة برشا. ان شاء الله في الايام الجايه ان شاء الله كي نلقي تشجيع بيان سور منكم نزيد نعطيكم جاتوات اخرين مزيانين سريعين ساهلين. هذه سريعه ما تقعدش تستناها برشا، جوست هكا استنيتها شويه حتى اللي تبرد باش نجم نقصها لكم. وشوفوا كيفاش فريمون معناها في ما تاكلها ماهيش يابسه ماهيش ما تكسرتش ما كل شيء. الحاسيلو هكا اقعد لي كان نقول لكم ان شاء الله استفدتوا، ان شاء الله تجربوها سورتو وتستفيدوا من الهرسات البنينه هذه الاقتصاديه الصحيه جميله زاده كيفكم. قعد لي كان نقول لكم بالسلامه، نتلقاو ان شاء الله في فيديو اخر ذات منفعه.